نظمت أحزاب المعارضة الروسية مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف تنديدا باغتيال السياسي المعارض بوريس نيمتسوف، والمشاركون في هذه المسيرة رفعوا شعارات تطالب الحكومة بمواصلة التحقيق والبحث حتى الوصول إلى الجاني ومعاقبته. وقد شكلت عملية اغتيال نيمتسوف قبل يومين حرجا للكريملين في ظل الضغط الشعبي والدولي من أجل معرفة هوية الجناح.